وللحديث أكثر عن البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن استهداف الناشطين في العراق بواسطة الاغتيالات، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. دكتور ثامر، مرحبا بكم. أصدرتم في الهيئة بيانا بشأن استهداف الناشطين في العراق وأيضا الاغتيالات التي تطالهم، بماذا تفسرون دكتور تصميم الحكومة والميليشيات على انتهاج مثل هكذا سياسة؟ حياكم الله أخي الكريم ولمشاهديكم ومتابعكم الكرام. حقيقة ما يجري في العراق من استهداف مباشر وغادر للناشطين والإعلاميين هي جرائم منظمة مستمرة بدأت منذ أيام الاحتلال وتسليم العراق إلى الميليشيات المسلحة التي خدمت الاحتلال الأمريكي وحمته من ضربات المقاومة في أول ظهورها، وإلى يومنا هذا هي تسير بنفس النسق، وهو استهداف كل عراقي غيور يريد خلاص العراق، يريد استقلال العراق، يريد أن يعيش العراقيون حياة كريمة وأن توزع ثروات العراق على الشعب العراقي بكل عدالة وإنصاف. هيئة علماء المسلمين كانت من الداعمين الأوائل لثورة تشرين بكل الوسائل الممكنة، وهي تقف مع الشعب العراقي دائما، مع الحق ضد الباطل، مع المظلوم ضد المستبدين، ولذلك استنكرت وأدانت اغتيال الناشطين إيهاب الوزني والناشط براك الروم. نعم. طيب دكتور ثامر، يعني في هذه الظروف التي يتعرض لها المتظاهرون والناشطون بشكل خاص إلى عمليات الاغتيال والتغييب القسري، كيف يمكن أن نفهم دعوة الحكومة للمصالحة الوطنية في ظل هذه السياسة الممنهجة لاغتيال الناشطين والمتظاهرين؟ حقيقة لا يوجد شيء على أرض الواقع في العراق اسمه مصالحة، كل ما يقال عن المصالحة هو كذب، لا يمكن أن تجد له في العراق حقيقة. وللأسف ما يجري في العراق من استهداف الناشطين هو أكبر دليل على كذب هذا الأمر، لأنهم ينفذون ويستمرون في مخطط إفراغ العراق من كل شخص غيور على بلده، من كل كفاءة علمية، من كل صوت مؤثر في الشارع، لأن حكومات الاحتلال جميعها وأحزاب السلطة وميليشياتها عاتت في الأرض فساد، دمرت العراق وهي لا تعرف غير لغة الدماء والقمع والقتل في إسكات أصوات الحق. لكن الشعب العراقي اليوم أصبح يعي تماما حجم المؤامرة التي تنفذ عليه، ولذلك الآن الشعب العراقي يطالب بإزالة هذه الطغمة الفاسدة كلها، يطالب بإسقاط النظام السياسي في العراق، لأن الشعب العراقي الآن يعي تماما أن كل معاناة العراقيين هي بسبب هذا النظام السياسي. وقد شهدنا الاحتجاجات الغاضبة في كربلاء وكيف دخل المتظاهرون إلى مرقد سيدنا الحسين وإلى شوارع كربلاء لكي يوصلوا رسالتهم بكل وضوح وبكل قوة بأن سطوة ونفوذ الأحزاب الدينية وميليشياتها المدعومة من إيران يجب أن تنتهي، لأنها جرت العراق إلى مصائب كبيرة وألقته في واد سحيق جعلت مصائب الدنيا تتساقط عليه. دكتور ثامر، كيف يمكن أن يتقبل المجتمع الدولي وخاصة يعني من ضمنهم الولايات المتحدة، خاصة أن الولايات المتحدة تجري حوارا مع الحكومة كل عام، كيف تقبل بهذا القمع ضد المتظاهرين وهي التي جاءت بموضوع الديمقراطية والحقوق والحريات وحرية التعبير، كيف تقبل بذلك إذن؟ حقيقة ما الولايات المتحدة هي من أتت بهذه الميليشيات، وهي من دعمت هذه الميليشيات، وهي من أسست هذه الجيش الحالي والقوات الأمنية الحالية، أسستها من خلال هذه الميليشيات، وهذا معلوم منذ أيام الاحتلال الأولى. فلا ننتظر حل من الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها هي سبب المشكلة، هي أساس المشكلة، وهي والعراقيون يعلمون تماما، الشعب العراقي يعلم تماما أن القوات الأمريكية لا تريد إنهاء الميليشيات بشكل كامل، وإنما تريد ضبط إيقاع هذه الميليشيات بحسب ما تريد الولايات المتحدة، لا بحسب ما ينفع الشعب العراقي ويصب مصلحة الشعب العراقي. حقيقة لا حل في العراق إلا في إزالة هذا النظام الاستبدادي الذي هو يوالي النظام الإيراني والذي أتى به الاحتلال الأمريكي.
كلهم لأن هذا النظام الموجود وهذه الميليشيات الموجودة كلها تريد أن تجعل العراق ساحة للصراع الإيراني مع دول العالم. من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني، شكرا جزيلا لكم.